كابتن علاء نبيل كمدير فني للمنتخب وهناك بعض القرارات الاخرى ولكن دي اهم. مدير فني للاتحاد. مدير فني للاتحاد انا اسف. طبعا بنبارك للكابتن علاء نبيل على توليته لمهمه مدير فني للاتحاد، وبنبارك للكابتن محمد يوسف على توليته كمدرب عام لل مش عارفين بقى للمصري اللي جاي ولا سميها للفريق جاي. لكن عامه ممكن يكون لخلال الفتره اللي جايه. سؤال قبل ما تكمل من البدايه اهو، هو كابتن محمد يوسف من دلوقتي يحق ليه ان هو يتفرج على الماتشات ويختار اللي هو عايزه ولا لا؟ يحق ليه طبعا لو يحق ليه؟ أوكي. لو خدوا قرار بتعيينه فعلا. لا هو خدوا قرار خلاص امبارح تم الاعلان. يحق ليه لان محمد يوسف كمان حتى ياتي المدير. اوكي. بين الشخصيات طبعا اللي احنا شفناها مدرب واعد، مدرب عنده خبرات، يمكن كان اختيار اتحاد الكوره قبل كده لمحمد يوسف مع مستر فيتوريا، لكن الراجل اتكلم وقال لما شاف محمد يوسف المدير السي في بتاعه قال لك لا ده مدرب عنده خبرات ومدرب هاتوا لنا حد اصغر طبعا ما عندوش خبرات يتعلم. لا ما عندوش خبرات ما يعرفش انا بعمل ايه مش يتعلم. ما احنا فهمنا بعد كده اساسا. فده كان الاتجاه كابتن اسلام. لكن عايز اقول طبعا ما كناش نقدر نتاخر حتى لو دقيقه على مستر فيتوريا، لان الامور كلها كانت مش في صالحه، يعني من الناحيه الفنيه، من الناحيه الاداريه، من الناحيه التجهيزيه، من ناحيه طرق اللعب، من ناحيه الاستراتيجيه، كل حاجه. ادائنا حتى في البطوله اداء مخيب جدا لمنتخب مصر، يعني احنا كنا عندنا امل كبير جدا لمنتخب مصر بالنخبه والمجموعه. يعني حضرتك موافق على هذه القرار؟ بالظبط. قررنا شايف قرار من اتحاد الكوره تمام، قرار يعني حكيم وقرار جدي وفي وقته. اوكي. وبس نتمنى كمان من اتحاد الكوره كابتن اسلام يعني بعد قرار اقاله الراجل لازم بقى يعني نتعلم بقى احنا كل اخفاقات. مع الاسف ما نتعلمش من الاخفاقات اللي قبلها. فنتمنى بقى ان احنا يبقى عندنا استراتيجيه، عندنا مشروع، عندنا بلان. اختيارنا للمدرب الفني اللي جاي للمرحله الجايه يكون على الاقل مدرب منتخبات على الاقل افريقيه، عنده باع كبير جدا بالكره الافريقيه، عنده سي في قوي. هنتكلم عن هذه الامور بعد كده. نتمنى يبقى في مشروع لاتحاد الكوره خلال الفتره القادمه. كابتن حشيش